طيب الله وقتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. في نقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. تحدث في الجزء الأول من هذه الحلقة حول تقرير هيئة المساءلة والعدالة الذي أرسل إلى البرلمان بشأن ملفات الوزراء الجدد، طبعا بعد مطالبات كتل سياسية داخل البرلمان بإثبات براءة عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، يعني تم أو تتهمهم بالتورط بقضايا فساد. هيئة المساءلة والعدالة أنهت هذا التقرير وأرسلته إلى البرلمان بعد مراجعة ملفات هؤلاء الوزراء، وأرسلت هذا التقرير المفصل إلى رئاسة البرلمان وسط يعني حديث عن تسوية الموضوع سياسيا. مسؤول تحدث إلى صحيفة العربي الجديد وهو في هيئة المساءلة والعدالة يوم أمس، تحدث بأن الهيئة أجرت دراسة وتحقيق شامل في ملفات جميع الوزراء الجدد في حكومة عبد المهدي، وخلصت إلى نتيجة بأن إجراءاتها لا تنطبق إلا على وزيرين اثنين من 14 وزير، هما وزير الاتصالات نعيم الربيعي ووزير الشباب أحمد العبيدي. المسؤول أكد، وهو طبعا الذي فضل عدم الكشف عن هويته، يعني أكد بأن الهيئة أرسلت كتابا رسميا إلى رئاسة البرلمان بتفاصيل كاملة عن كل وزير، وأوضحت بأن المسؤولية حاليا هي في ملعب البرلمان الذي يتحتم عليه اتخاذ ما يلزم تجاه ذلك. جهات سياسية حذرت من حراك لتسويف قضية المساءلة ونزاهة الوزراء، وفي هذا الإطار قال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي في بيان صحفي بأن هناك تسويفا ومماطلة من بعض الجهات لم يسميها، سواء كان برغبتها الخاصة أو نتيجة الضغط الذي يمارس عليها من بعض الأطراف السياسية فيما يتعلق بموضوعي المساءلة والنزاهة بملفات الوزراء. أضاف أن بعض الجهات السياسية وتجار السياسة قاموا خلال الأيام الماضية بتحركات من أجل إغلاق هذه الملفات وعدم إرسال موقف قانوني إلى البرلمان. أشار إلى أن مجلس النواب سيفتح هذا الملف، وإذا ما تبين بأن هناك تقصيرا متعمدا فستتم محاسبة الجهات المقصرة، وسنطالب بإقالة المقصرين أيا كانوا. وأعرب عن تخوف كبير لدى النواب من هذا الأمر بسبب وجود صفقات لغلقه بعدما اتضح وجود مشاكل بقانونية ونزاهة بعض الوزراء الجدد. البرلمان لم يعلن رسميا حتى الآن تسلمه للتقرير، تقرير هيئة المساءلة والعدالة، وحاول التكتم عليه، بينما يعني تسعى جهات لحراك برلماني لفتح هذا الملف. وكذلك تحدث النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار حسن الكناني، قال بأن تكتم هيئة رئاسة البرلمان على كتاب هيئة المساءلة سيضعها أمام المساءلة القانونية. أضاف بأن كتلا سياسية ستبدأ حراكا لجمع توقيعات برلمانية لفتح هذا الملف من أجل كشفه أمام الرأي العام. أكد بأن هيئة الرئاسة لا يمكنها التستر على كتاب رسمي، وأن قرارات المساءلة ستكون قرارات واجبة التنفيذ، وعلى رئيس الحكومة أن يعد أو يقوم بإعداد بدلاء عن وزرائه المشمولين بهذه المساءلة. طبعا يشار إلى أن البرلمان منح في 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي الثقة ل 14 وزيرا في حكومة عادل عبد المهدي، غير أن الخلافات السياسية
حالة دون التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية الباقين لغاية الآن، فيما لم يحدد البرلمان أي موعد للتصويت على هذا الأمر. طبعا يعني معروف بأنه في الحكومات السابقة لم يتم محاسبة وزير من قبل البرلمان أو من قبل هيئة النزاهة، فقط نسمع بتقارير هنا وهناك. القضاء لا يأخذ مجراه في التحقيق في ملفات فساد كبيرة في العراق كما معروف. فكذلك مراقبون يعني أشاروا إلى أن هذا التقرير لن يقوم بأي شيء ولن يحرك أي شيء، لأن من سبقهم خلال يعني 15 عاما في عمر السياسة في العراق لم يتم اتخاذ إجراء فعلي وحقيقي ضد الفاسدين. والأمر ببساطة كما أشاروا إلى أنه كل من موجود في العملية السياسية إما متورط بشكل مباشر أو بغير مباشر في ملفات الفساد الكثيرة في العراق. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا التقرير، تقرير هيئة المساءلة والعدالة الذي أرسل إلى البرلمان يوم أمس ولم يتم إعلانه من قبل البرلمان أنه تسلم هذا التقرير. هل هناك إمكانية بالفعل لتغيير بعض الوزراء الجدد الذين تم اختيارهم في البرلمان، أم سوف يمر مرور الكرام كما مرت تقارير سابقة في البرلمان؟ نعم، كذلك في البرلمان نتحدث كذلك في موضوع البرلمان اليوم، حيدر العبادي رئيس الحكومة السابق يستعد وهو زعيم تحالف النصر يستعد إلى إقامة أو تشكيل نواة جبهة معارضة داخل البرلمان. معنا اتصال أبو أحمد من صلاح الدين. أبو أحمد أبو أحمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ حياك الله يا حبيبي. أبو أحمد في صوت يمك. في صوت يمك، ممكن تكون في مكان هادي حتى نفهم عليك؟ إيه أنا وياك. نعم. يلا يلا. نعم أبو أحمد، أبو أحمد أكو تقرير مرسل من قبل هيئة المساءلة والعدالة يتهم 12 وزير في حكومة عادل عبد المهدي بتورطهم بملفات فساد من الـ 14 12 نعم. برأيك راح يتم اتخاذ إجراء ضد هؤلاء؟ عيني أستاذ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيني الله شاهد، الله شاهد، نفس الوجوه نفس الأخلاق، هذولاك شبعوا وطلعوا وجوا ذولا جوعين، نفس الحالة نفس الحالة، هم يختارون الشخص اللي ما يمشي ضدهم واللي ما يأثر عليهم واللي يخلونه تحت مطرقة ايديهم، هم يجيبونه يخلونه ماشي يعني. نعم. وظلت أخرى ثانية مع المسألة مع العدالة، وهذا أي عدالة هاي؟ أي عدالة هاي؟ شنو اللي شفناه من عندهم من الحكومات السابقة اللي عبرا؟ شنو اللي شفناه احنا من عندهم؟ ما شفنا كل شيء، كل شيء ما شف، شفنا الظلم، شفنا الظلايم، هسه احنا مهجرين بالخيام وجانا هذا الشتاء وحال الظلم يعني على شنو يعني؟ شنو عدالة؟ شنو يا حكومة هاي؟ أصلا ماكو حكومة، أصلا حكومة ماكو، الحكومة والقانون يتطبق على اللي يدخل جوا القفص، يتطبق القانون عليه، اللي برا ماكو قانون عليه ولاكو احد يحاسبه، الحيتان اللي برا ما حد يحاسبه. ابسط الامور هسه اقول لك في السالفه، ابسط الامور عندنا مركز في قضانا، مركز في قضانا، الشرطي حرامي وسارق وسراق، الله شاهد، اللي يطلع ويروح عليه، اللي يطلع ويصل اليمه، نعم. عنده شيء ما عنده شيء، ما يهده بالدفتر دفترين دفترين ونص. نعم. فوق علني. هذا ضابط ولا شرطي عادي؟ ضابط. نعم. والشرطي اللي واقف بالباب، اللي واقف بالسيطره، يبوق ما تعبر مثل ما تنطي، اذا عندك مركبه عاليه محمل بيها فالشيء يعني قنفات او فرش بداله، يطلع لك الف سالفه، مجرد ياخذ فلوس يقول لك روح عبر، ما تنطيهم ما تعبر، ظل يومه ثلاث ايام. يا اخويا يا عزيزي،
هاي الحكومة من شرطتها من ضباطها من كبارتها على الكبار على المصغار على البوق، الله شاهد كلها تبوق وكلها يعني بعد ما تقوم منهم قايمة الآدم. نعم. أنا أقول لك الله شاهد ما تقوم من قايمة الآدم، لأن إذا حرام واحد بالبيت يعلم أهل البيت كلهم على البوق. نعم. زين برأيك ليش قاعد مسوين؟ يعلم أهل البيت كلهم على البوق. نعم. ليش اي نعم ابو احمد اذا تسمح لي عادل عبد المهدي. نعم اذا اذا عالي. اذا الشغله هيش ليش مسوي لعد هيئه النزاهه ولجان تحقيقيه وصرف عليها بملايين الدولارات؟ ما خلاص يخلوها هيش لو دا يضحكون على الناس هم. يا اخويا الله شاهد مهزله ومضحكه يضحكون على الناس. قل لي هسه قل لي انت يا فاسد طلع عادل عبد المهدي شنو كان قبل؟ نعم. شنو هو اصلا كان حرامي؟ اصلا هو عادل عبد المهدي كان حرامي وباق ما بيه الكفايه، باق ما بيه الكفايه جابوه خلوه رئيس وزراء. هو هذا حكي هذا؟ ليش العراقيين ما بيهم كفاءات؟ العراقيين ما بيهم ظلم؟ ما بيهم رجال صادقين؟ ها يعني نفس الشيء نفس الشيء يا اخويا والله نفس الشيء والله نفس الشيء. بس اقول لك مثلا واحد. نعم. حاكيك مثل واحد. اكو ثلاث اخوان حراميه، واحد يبوق بقر وواحد يبوق قنن وواحد يبوق معز. نعم. فشيناتهم المنطقة راحوا إلى منطقة ثانية أخويا. نعم. راحوا هناك يقتموا والثلاثة بعد ما يبوقون، أبو بقر قام يبوق قنن وأبو قنن قام يبوق معز وأبو معز يبوق قنن. نعم. استهلت مني مجرد شالوا من هالمنطقة راحوا بيت المنطقة. هذول هذا الكلام يتطبق على هاي الحكومة اللي العميلة، الحكومة اللي جابتها أمريكا وإيران وإسرائيل ودخلتها سرطان على هذا الشعب. يا اخويا الشعب انتهى. نعم. يا اخويا الناس ملت، الناس تعبت، الله شاهد الناس يعني ما ظل لها اي صبر. بس يا اخويا ما حد يقدر يحكي، اللي يحكي ثاني يوم يشيلونه ويروح بعد ما يبين. نعم. ميليشيات تحكم، عصايب تحكم، ما تعرف الشرطه ياهو، ما تعرف بالجيش ياهو، تجيك سيارات ارتال مال جيش، وحده عليها رايه بيضة، وحده عليها رايه حمراء، وحده عليها. نعم. رايه زرقاء، علم عراقي ماكو. يعني يا اخويا شنو المهزله؟ خلوا الناس تضحك علينا، خلوا اللي مو خوش دوله ومصنفه دوليا تضحك علينا. يا اخويا والله عيب، والله انفضحنا، والله يا اخويا تدمرنا دمار ما يرحم. ناس ارامل، ناس بالسجون، ناس مهجره، بيوت تفلشت، مدارس ماكو، كهرباء صارت مثل 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 الحلم، صارت الكهرباء تجي لها 10 دقائق تطفي لها 7 ساعات. نعم. ابو المولد يا ابن عمي ما يتحاكى، ما حد اكو حاسب يعني. نعم. يعني والله العظيم ابسط الامور، احكي لك ابسط الامور وياي، ابسط الامور هاي البلديه، هاي البلديه اللي تشيل الانقاذ المساقه تكرم اللي بال 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 بالشوارع، والله ابو البلديه ما يشيلها اذا ما ياخذ فلوس. نعم. اذا ما ياخذ فلوس ما يشيلها، يعوف الزباله عبشر مرميه ويمشي ويخليها اشوارع. نعم. يعني شوف الفساد وين وصل، وين علموا الشعب، وين علموا الناس يعني. نعم. الناس يعني والله ما اعرف اذا تروح تطلع لك جنسيه، والله اذا ما ترشي ويقنع برا شو ما يطلع لك اياها، يزتك يقول لك روح بعد فد اسبوع، واسبوع يجر اسبوع واشهر تروح هاي السالفه وماكو. نعم. هذول شغله البيانات مال الاطفال نفس الحاله. نعم. يعني مأساة. مأساة. يا اخي والله مأساة، والله بزعنا. مأساة. الله يعينكم، الله يعينكم. دمرتنا هذه الحكومه. نعم. اللي العميله اللي ما وراها خير. يعني اشكرك ابو احمد، اشكرك ابو احمد من صلاح الدين. كان معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يرضى عليك اخوي عمر. هذول وباء للعراق، هاي وحده. اثنين هذول ما يعرفون يعني العراقيه الحقه، ما يعرفوها. هذول كلهم عملاء، تدمير للبلد. انا قلت لهم تهجير، قتل، اذلال، تدمير حق بيوت الناس. هذول مو اسلام يعني ابدا. وقلت لكم هذا عادل عبد المهدي اذا يجي للحكومه وما حد انتخبه، فالعراق راح يصير نحو الاسوء. بس انا اقول يعني للعراقيين، وقايلها قبل هوايه، انتبهوا، شوفوا العشائر وينكم، يعطوا كرامتكم بتهمكم يعني عشائر ولد عشائركم لما يندلون وينهانون، يعني ماذا تحسون بين الاهانه موجهه لكم؟ هاي شوفوا العشائر. نعم. عيب 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 يا شوفوا العشائر.
ترى العراق مو 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 لقمه سهله، بس لما تكلمت هو اشتر عليه امريكا وبريطانيا وكل الدول 36 دوله، ترى ما يوقع، بس العملاء اللي باعوا فيهم وضميرهم هم ذولا سبب ابتلاء العراق، ولا شنو هم ذولا؟ ذولا مو شنو العجم، هم ذولا الزباد، القضاء عليهم سهل. زين ابو حسن، جديد وحده تصير. نعم، شنو رايك بتقرير هيئه المساله والعداله؟ 12 وزير متهم بملفات فساد. اخويا كلهم فاسدين، كلهم فاسدين، واحد يحمي الثاني. نعم. واحد يحمي الثاني، واحد ضام لله ضمه، ما يقدرون يحشون مع بعضهم، هم كلها كتله واحده، كلها كفر والحاد وبوق وتدمير. ما حد يقدر يفتح الله ابد. وهاي البحر امريكا امريكا وفرنسا تقول احنا ندعم الشعب العراقي. مو ندعم الشعب، ندعم الحكومه العراقيه. يعني يدعموها يعني معناتها يقتلوهم، يعني يعطوا الضوء الاخضر والقوه للحكومه في سبيل قتل العراقيين. طيب العراق يعني اذا ما ينهض، يعني اذا مثل لما ما ينهض وما يتحرك صارت تعبان. نعم. هذه الشيوخ عشان اذا هم شيوخ، شيوخ حقيقيين من الظلم، مو يعني عبيد للدولار. لازم يوعون عشائرهم ولدهم، يعني يقبلون دليلين يظلون. فالله يستر يعني من ذول الحصالات الشايه. نعم. فكل واحد يقول لك عدد يخدمون العراق كذب. كلهم ذول اذيه للعراق وتدمير للشعب. هو الشرطي لازم يكون خادم للشعب، بس هو يبوق بالشعب. الحرس حامل البلاد هو اللي يضبط الدواعش بعدين. وكل الداعش دواعش كلها بين المالكي وبين بشار القدر، بشار الاسد. هم طبوا داعش. ليش ما طبوا على الجنوب؟ طبوا على الغربيه في تمليك السود اكبر عدد ممكن من عد. بس اذا ما الشعب هذا ينهار، شوف العشائر اذا ما تحرك ساكن شارت تعبانه. فيا شوف العشائر نصيحه لكم، ترى ما تجوم لحد وماكو واحد طاغي اذا ما يوقع. نعم ابو حسن. ولا تقول لا معمم ولا سياسي. نعم. وبعد شكرا ابو حسن من بغداد كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كذلك في الحديث عن يعني الأحداث التي تجري داخل البرلمان، تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع التقرير اللي أرسلته هيئة المساءلة والعدالة. اليوم رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي يستعد، وهو زعيم تحالف النصر، يستعد لتشكيل نواة جبهة معارضة داخل البرلمان تتبنى يعني كما تم التصريح بنهج يعارض مسار العملية السياسية وتكون مؤثرة في صنع القرار السياسي كما يقولون وتشريع القوانين البرلمانية، ما ينتظر أن يؤدي إلى تعقيد مهمة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. ومع أن العراق لم يشهد تشكيل كتل معارضة منذ العام 2003، لكن مراقبين يرون بأن هذه الخطوة لن تكون ناجعة بسبب العملية السياسية نفسها وبسبب التحالفات السياسية وبسبب الفساد اللي موجود داخل العملية السياسية. معنا اتصال أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حي قناة الرافدين البطل، وحيكم كلكم لأن كلكم شرفاء. حياك الله، أهلا وسهلا بك. عندكم روح وطنية. أهلا وسهلا بك، تفضل. وما زاوتكم عن روحكم الوطنية، بس يا أخي والله العظيم مثل ما يعني احنا علما صار لنا ما ادري كم سنة الناشد وما حد لا حد يلبي لنا طلب ولا حد يقول لنا، احنا كلها يا أخي والله كلها فاسدة. الأخ يقول يعني هسه كلها مراكز غيرها مثل ما قال الأخ السابقني، كلها تاخذ رشوه، كلها تاخذ رشوه، ما حد ما كانت تسوي لك جنسيه تاخذ رشوه، روح المركز تاخذ ابو شو اسمه الجنسيه ياخذ رشوه، كلها رشوه. احنا نشكي امرنا للواحد القهار، نعم ماكو. وبالنسبه للشيوخ، شيوخ بالعراق، ولو انت راح تقول لي لا اكو، بس الشيوخ بالعراق ما بعد، الشيوخ الاصلاء كلهم قاعدوا بالخارج يخافون على سمعتهم، يخافون على سمعتهم. تعرف احنا عندنا هسه بالرمادي، اهلا بالجزيره هو قاعد بالرمادي، صار له سنه اكثر من سنه قاعد بالرمادي، والله الشيخ ما يقبل والا يتفقوا يجي يعطي دفاتر يلا يطببه. اخويا كله فاسده، بس عادل عبد المهدي بل النواب هي كلهم فاسدين، كلهم فاسدين والله، ما بيهم واحد شريف. خلوا العراق مضحكه، العراق صار مضحكه للدول، عيب استح شويه. انت يعني اناشد اهل البصره، اناشد الجنوب، عمي احنا سنه ترى احنا سنه ما نقدر نسوي مظاهرات، احنا بدون ما نسويها يقولون لنا انتم دواعش، بدون ما نسويها. ولا احنا لو مثلكم انا اخوي عميد ترى كلكم مستفادين، مو عبالك، انتم كلكم مستفادين. ما عندنا اي بابا شلون ابو فهد، احنا ما عندنا لا نعم نعم ولا كل شيء، ما خلونا حتى جندي، ما خلونا يعني بالالف سكين لو ثلاثه سنه. ابو فهد عمي انتم تقدر تخلقون الثوره من يمكم، نعم ماشي، انتم تقدر تخلقون الثوره، احنا ترى كل شيء ما نقدر نسوي، احنا جردونا من الاسلحه، ما خلوا كل شيء عندنا. اخواني يا اهل الجنوب اتحركوا، هذا وطنكم، هذا شعبكم. ابو فهد بس نقطه، يعني نعم ماشي، نعم خليك تكمل، نعم. بس نقطه، يعني انت تقول نعم. كلهم مستفادين، إذا كلهم مستفادين ترى ما حد يطلع مظاهرة، وشفنا اللي صار بالبصرة وكم متظاهر قتل على يد القوات الأمنية وعلى الميليشيات، وكم واحد تم اعتقاله، هاي بس بالبصرة. إذا مستفادين الخدمات راح تكون عندهم فول 100%، وين الخدمات بالجنوب؟ نعم. شوارع ما مبلطة، أقل مطرة غرقت المحافظات بغداد ومحافظات الجنوب. نعم. إذا مستفادين ما يطلع مظاهرة، إذا عنده وظيفة ما يطلع مظاهرة، إذا مرتاح ما يطلع مظاهرة. الناس ترى مغلوبة على أمرها، الناس متأذية، الناس ما بيدها شيء، ده يطلعون ويتصلون ده يقولون عمي إحنا ده نطلع مظاهرة يتم تهديدنا، يتم إقصائنا، يتم ضربنا، هذا الواقع. تفضل. نعم أستاذ عمر صحيح، والله كلامك صحيح، بس أكثر من 70% هم مستفادين. بس احنا يعني هو عنده اخوه عميد، عنده اخوه لواء، عنده اخوه وزير، عنده ابن عمه، عنده ابن، احنا كنا كل شيء ما عندنا، اكو واحد لهم يدافع، احنا ماشي. هم نرجع لنفس النقطه، ما هم يقول لك نعم. بنفس المنطلق يقول لك انتم كم نائب عندكم يدعون انه يمثلون السنه، يقولوا لك انت كم وزير عندك يقول لك انا سني، شو مقدم لك هذا الوزير والنائب؟ وتلقاه جزء من منطقتك، واكو بيهم اقربائهم ما مستفادين شيء من عندهم، هذا الواقع. هسه مو يطلعون يصيحون، واحد يطلع يصيح باسم الشيعة وما مقدم شيء، ويطلع واحد يصيح باسم السنة وما مقدم شيء، هذا اللي دا يصير. نعم، وهذا اللي صاير. نعم. استاذ عمر اكو فد لعبة جديدة، يعني انتوا تعرفوها وكل واحد مواطن شريف هو يعرفها، ترى ما حد انتخب، احنا صدق بالله العظيم احنا ما انتخبنا سنة ولا نريدهم، ولا هذول ينكسون السنة. نعم. لان ذولا كلهم ارابل وكل صفوف، احنا ذولا اصلا ينكسون السنة، بس احنا كلامنا لا مو بالمظاهرات، احنا اذا نطلع مظاهرات ثق بالله العظيم اذا يوجهون النيران ويضربوننا ما
ما يقولون حتى يجون يقولون لا 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 هذا رهاب اللي يسوي فاتحة يسوي لحتى فاتحة هذا رهاب ونعرفه وعليه واحدة اثنين ثلاثة وطلع ذاك اليوم ضربنا وفجر الهمر الفلانية وفجر الهمر الفلانية هذا معناه كلامي أنا يعني. نعم نعم احنا لا تقول لنا اي لا تقول لنا السنة احنا بريئين من عندهم الى يوم الدين نعم احنا بريئين من عندهم لان دول شنو قدموا لنا هو احنا مقصد كلامنا على السياسيين اللي يدعون تمثيلهم للمذاهب وللطوائف وعلى الانتخابات مع التزوير مع التزوير ومع الملايين ومع كل هذا ما وصلت النسبة 18% ثق بالله استاذ لولا ولا واحد من عندهم انتخاب انتخبوهم يجوز بالمئة اثنين بالالف خمسة ستة انتخبوهم نعم. وذول الشيوخنا مثل ما والله مثل ما قال الشيخ يعني ولو راح يجوز يعني حرامات اكو شيوخ بالعراق والله العظيم ماكو يعني بالنسبة نعم. للشيوخ الغربية هاي كلها الغربية مناطقنا نعم. يعني اذا يلتسون هي المال ما راح احسن لهم نعم انا اشكرك ابو فهد نعم اشكرك ابو فهد من الطرميه كان معنا اتصال مصطفى السيد من مصر تفضل مصطفى ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك اهلا بحضرتك اسمح لي اولا اترحم على ارواح الشهداء الرحمه والمجد والخلود لشهداء العراق العراق العزه والشرف وندعو الله عز وجل بالشفاء لاخواتنا الجرحى والافراج لاخواتنا الاسرى والحريه للعراق جميعا من شماله الى جنوبه واسمح لحضرتك اشارك ارجوك تبونا براحتنا خلاص لان احنا في نكبه فتبونا بمنتهى الصراحه نتكلم زي ما احنا عايزين انا هضطر اغني لعصابه الاستعمار المجرمه الخونه الحراميه النشاله قتلت الابرياء هضطر اغني لهم اغنيه كله بالفلوس نصب بالفلوس سرقه بالفلوس تهميش بالفلوس قتل بالفلوس استعمار بالفلوس نهب بالفلوس مناصب بالفلوس نهب بالفلوس ضياع بالفلوس دمار البلد برضو بالفلوس تعين مكتوس كله بالفلوس كبريه بالفلوس لم الإيراد واتسه للزعيم آخر النهار برضو بالفلوس والله العظيم مهزلة والله مهزلة والله مهزلة وعار علينا كلنا والله عار علينا أن نسقط عن العصابة دي فضحونا يا عمي فضحونا بشوه سمعتنا يا عمي في وسط الدول يا عمي خلوا العالم بيتصارع علينا بقتلنا يا عمي أصبح دمنا مستباح بسبب العصابة المجرمة لا تنتمي الدين ولا الوطن ولا عارفين حاجة يا عمي عمي الناس ما عندهاش خبرة لإدارة الدولة يا عمي عمي الناس ما عندهاش كفاءة يا عمي عم الناس دي مش عارفة هي فين يا عمي عم الكوارث جاية كتير العراق هيضيع يا عمي بسبب العصابة دي يا عمي عمي ما عادش ينفع السكوت عمي لازم نتعاونوا عمي لازم نشوفوا حلول سريعة الأجيال القديمة والأطفال هتضيع يا عمي هيطلعوا مشردين في الشوارع يا عمي هيطلعوا ميليشيات وتنظيمات يا عمي وإحنا ناس عرب لنا أصل ولنا تاريخ يا عمي لازم نحصر العنصرية يا ناس لازم نشوف حلول سريعة مش عشاننا احنا عشنا 43 سنة كفاية علينا لكن الاطفال مش هتترحم علينا هيطلعونا من الكبر ويضربونا بالقنبرة على وجوهنا واحنا مالناش ذنب ارفض يا ابو العروبة حرر يا ابو العروبة نازل يا ابو العروبة كافح يا ابو العروبة ساهم يا ابو العروبة تحياتنا للقوة الثورية على الارض وابطالها تحياتنا للشجعان الناشطين الابطال اللي بيطلعوا علنا جهارا نهارا رافعين رؤوسهم في العالي شرفتونا رفعتوا راسنا يكفينا فخرا ان ما رجعناش للمستعمر ابدا يكفينا فخرا وشكرا لحضرتك شكرا مصطفى السيد من مصر على هاي مشاعرك النبيلة طبعا النائب عن تحالف النصر تحالف حيدر العبادي يعني تحدث بأن الإقصاء الذي تعرض له تحالف النصر من قبل حكومة عبد المهدي والتي لم تمنحنا أي وزارة كما قال دفع باتجاه تغيير تفكير التحالف ورئيسه حيدر العبادي واعتبر بأن العبادي اليوم بدأ حراكا فعليا للإعداد لنواة معارضة برلمانية وأكد بأن هذه المعارضة ستعمل بشكل رسمي داخل البرلمان وتسعى لتعديل مسار العملية السياسية كما قال في البلاد بعد أن انحرفت عن جادة الطريق ولفت إلى أن ائتلاف النصر بأكمله سيكون جبهة معارضة وستنضم إلى الجبهة كتل سياسية أخرى تعرضت للتهميش
في الحكومة إذ يتم العمل حاليا كما قال على استقطابها، ومن بينها ائتلاف الحكمة بزعامة عمار الحكيم وعدد من نواب دولة القانون وغيرهم من النواب. يعني واضح الكلام، لو مطي وزارة ومطي منصب ما يفكر بهذا الإعلان أنه شكل جبهة معارضة، وربما أنه يعني في الأيام القادمة راح يقول لك مثلا حيدر العبادي طو منصب نائب رئيس وزراء أو نائب رئيس جمهورية، يعني طو منصب ترضية، ما راح نسمع بهذا الكلام أنه هناك جبهة معارضة. يعني مبين هذا الكلام أنه هذا نائب عن تحالف النصر يقول همشونا ما اعطونا وزارة، ولهذا احنا نفكر اليوم نسوي جبهة معارضة في البرلمان، واحنا ما عندنا اي جبهة معارضة داخل البرلمان من العام 2003 ولغاية الان. معنا اتصال ابو ياسين من بغداد، تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناة حياك الله، يا اهلا بك كل رجل وطني عربي. اهلا بك اخي. البيت اذا كان مهلك من اساسه الى والى اخر طابوقه، هذا البيت هم يحتاج لترميم لو تفليش للاساس. هسه هذه الحكومه كل فتره وطلعوا واحد منهم لو حرامي لو يخلونه، يعني بكيفهم هذا يخلوه وزير، هذا من وزير الوزراء الاخر واحد، يعني هذا دعرجي وغيره وانت نازل. اخي هذه الحكومه يرادلها تفليش من رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الى اخر جندي ميليشياوي، وبناء دوله شريفه وطنيه تخدم العراق والعراقيين من كل الطوائف مثل النظام السابق، يا يرجع العراق بعافيته. اخي مال هؤلاء يبنون دوله عراقيه وطنيه، هم كل فتره وقاموا يتعاركون بيناتهم على المناصب. اخي والله امريكا وايران جابوها وجابوا هؤلاء للسلطه لكي ينزلون قيمة العراق ويضحكون على الشعب العراقي، ناس لا ذمة ولا ضمير. هم يقول لك أهم شيء أنا عندي، يقول لك أهم شيء جيوبنا إحنا ومناصبنا، يقول لك خلي أمرنا الإيراني الأمريكي، أهم شيء عندي الراتب الضخم. أخي هؤلاء أدوات المحتل لتخريب البلاد، هؤلاء حليفهم ليس عربي، هؤلاء السلطة أسميهم حرامية باسم الثقافة، باسم الثقافة. النفط سرقوه باسم الثقافة، الميزانية سرقوها باسم الثقافة، والجهة الثانية الحرامية باسم الدين. باسم الدين أولا سرقوا عقول العراقيين من حب العراق إلى حب إيران، وباسم الدين فرقوا بين الشعب العراقي، وباسم الدين سرقوا أراضي الزراعية، أراضي الناس الفقرة، وباسم الدين شكلوا مجاميع عصابات يقتلون بالناس الشرفاء، واللي 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 يحبون واللي يحبون وطنهم. اخي هذا العراق صار 15 سنه اصبح بلد بالدجل. نعم. لا بناء لا صناعه ولا زراعه. اخي العراق حزين من فارق رجال الاوفياء. نعم زين ابو ياسين اسمح لي بس تفضل. والعراق والله انا هذا رايي، خلي انتم تتعلمون علي، والله العراق ما يصفى الا يرجع لحزب البعث العربي الاشتراكي. وانا اشكرك. ردت اسالك انا ابو ياسين بعدك لو رحت، طبعا لكل متصل الى 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 رايه. ابو احمد من الرمادي، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر احييك واحيي الاخ الله ابو ياسين. اهلا وسهلا. والله بالنسبه لهاي الحكومه، هاي الحكومة بالنسبة لها ترى ما تدير بلد، لأنه كلهم متهومين بالفساد وكلهم حرامية، من مرجعيتهم المعممينهم، ومثل ما قال باسم الدين باقون الحرامية، هذول كلهم تابعين لإيران متابعين للعراق وللوطن العربي إيادة، أو تابعين للعراق إيادة المسكين اللي الله ظلمه بيهم. يعني العراق دولة عربية، يعني إن تتبع للجامعة العربية ما تتبع للعجم الفرد. نعم. فأعنى هذولا بالنسبة لهم ما يمثلون الشعب العراقي ولا حكومة مهنية. والله خزونا حتى بالدول العربية، خزونا بالقرآن. ليش مثال قبل صدام حسين رئيس جمهورية العراق، يعني العراق مهلوم بكل الدول من يطلع. نعم. ليش هسه العراقي من يطلع مذلول بكل السببية هاي العصابات والأحزاب، وكل واحد مسوي له راية حمراء وصفراء وخضراء وخارصين، ومن راح العلم العراقي الأولي انتهى العراق.
الى ما يرجع العلم الاولي ويرجع جيش النظام السابق وترجع القيادات قيادات الشرطه والجيش الاوليه، العراق ما يصفى ابد استاذ عمر. نعم ابو احمد، هذول يلا يصفى العراق. ماشي ابو احمد، اريد اسالك، هيئه نعم. المساءله والعداله ارسلت تقرير للبرلمان قالت لهم 12 وزير من ال 14 اللي اختارهم عادل عبد المهدي عليهم ملفات فساد، شنو رايك بهذا الكلام؟ يا اخي اذا الهيئه المساله والعداله ما يحيلونهم للمحاكم يحققون وياهم، ما عادل عبد المهدي هو رئيس الوزراء، مو يسمونه عادل زويه، مو بعد من زويه، يا اخي مو مناسب تستر على الناس، استر عليه واستر علي. مو حكومة يا أخي تعبانة، يعني أساسها رمل. إذا ما يرجع حزب البعث الأولي ما يصفى العراق بجيشة وقيادات الشرطة الأولية. وأنا أشكرك أستاذ عمر. نعم، يعني إحنا الكلام عن الماضي دائما عندنا هاي المشكلة، إحنا أنه والله كنا إحنا خلينا نصير اليوم أفضل. يعني نظام راح مثل ما راح النظام الملكي، وكثير من الناس يتحدث بأنه إحنا لو باقين على النظام الملكي أفضل بكثير. وبعدين إجا انقلاب وحكم العراق العسكر، وبعدين راح عبد الكريم قاسم، وإجا عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف، وبعدين أحمد حسن البكر وصدام حسين. هذا الشيء أصبح من الماضي، إحنا لازم نتعلم الأخطاء اللي وقعت فيها الأنظمة السابقة. إحنا صارنا 15 سنة في هذه الحكومة لم يحصل الشعب العراقي على أي إيجابية من هذه الحكومة اللي موجودة، اللهم إلا المستفادين طبعاً. هناك ناس استفادوا باسم الخدمة الجهادية وباسم أنه كانوا معارضين وإلى آخره، أما عموم البلد كدولة ككيان دولة يعني شبه معدومة. فالحديث عن الماضي، أنه إحنا ما نقدر نجيب الماضي ونخليه مكان الحاضر، يعني شيء غير واقعي. لكن احنا نستفاد من الاخطاء اللي موجوده حاليا واللي موجوده في الماضي. اما انه والله بس فلان يستطيع، يعني فلان راح مات الله يرحمه، ما معقول انه انت تجي تطلع من القبر. بس اكو يعني ما معقول العراق انه ما برجال حتى يستطيعون انه يديرون اداره البلد. بس هو ظرف البلد، ظروف البلد ووضع البلد وسيطرة أمريكا وإيران وفرضها على نظام سياسي معين في العراق يحول دون تولي ناس شرفاء، ناس أصحاب كفاءة لقيادة البلد. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله أخي عمر. يا أهلا وسهلا بك أخ عمر. جمهورية نعم. العراق هو عنوان كبير نعم. ولكن هاي الحكومة الوقت إن شاء الله تنزال، إن شاء الله تجي غيمة كبيرة تذبها تجي قبال، وإن شاء الله تطلع الشمس على العراقيين، يحفظكم ويحفظ العراق والعراقيين. أما لا. اليوم إذا نتحدث على تقرير النزايا عمرية، النزايا ما فيها نزاهة، والدليل واضح هو مشعل الجبوري من اللصوص، هو بالنزاهة، هو مو بس باق مو بس اختلف، حتى باع مكون السني لهذا العملي، باع البعجيل بعدة إسباكا، كله واضح. ولا هو يصول وجود بالبرلمان والمنطق وكأنما راقصة. بعدين انت العبادي يا اخ عمر، انت نعم. العبادي انت وشني السعد 14 قدمت نعم، انت هسه بدي اسوي معارضه داخل البرلمان، جبهه معارضه. اي اخ عمر، هو كان مبايعين الكتل السنيه والشيعيه وامريكا انه ياخذ دوله ثانيه، لكن تفاجئ بهذا الامر. المرجعيه خانته، ترى مو البرلمان، المرجعية كابتها تنصيب هذا عبد المهدي، وهم كلهم لصوص من عادله وغيره. شي طهرون من هاي الحكومه يا عمر، كلهم فاسدين، كلهم لصوص، باعوا دينهم وشرفهم وباعوا كرامتهم وباعوا العراق. ماكو اي سياده للعراق جال هاي اللصوص، هذول اللصوص من هذه العامره المرجعيتها كلها لصوص مستفيده على قتل العراقيين. بس انا اتمنى واطلب الله سبحانه وتعالى ان ينصر هاي العالم الناس الفقراء على دول الاذناب اذناب الاحتلال، واتمنى من الشعب العراقي ينتبه على نفسه. اخوان انا نصيحه والله العظيم، انا ترى رجال باعتبار امي ومخلص ثالث ابتدائي، بس لازم تنتبهون على انفسكم.
ومن يتحدث ويقول انه بس السنه، لا والله هسه الشيعه ترى معانين هذي من ابن عمر. احنا الحمد لله حافظين كرامتنا بعد ما زين، بس شوف اللي يساوينا بالزباله تلقط الصمونه والقوطيه وعاشه وقريبين على المرجعيه. ها وبعدين هم مستفادين بس الشغله وحده انه السنه اربع ارهاب وما تخالف عن القانون، بس هسه وصلهم نزلوا الاهانه ما حتى رساله من العراق بالعراق من الحكومه. وانا اشكرك اخي عمر. شكرا ابو ياسين من ديالى كالامان. رساله على الواتساب يقول فيها سلام، يقول السلام عليكم، السلام لكم ولي ابو احمد. يقول اقول بان السرقات والخاوات اكبر مما تتصور. هناك امر اود تسليط الضوء عليه وهو موضوع المعتقلين، فالمعتقلون بمثابه استثمار هائل للميليشيات. مثلا اقل معتقل محكوم 15 سنه، وتصور كم يحتاج من المال لكي يستطيع الحياة تحت ظل أسعار مضاعفة للمواد داخل السجن. وهناك من ليس لديه مال في السجن فيتكفل به أخوته من السجناء. أضف إلى ذلك السيارات التي تنقل أهل المعتقلين لمواجهتهم تكون خاصة بالميليشيات، ونظرا لآلاف السجناء أصبح للميليشيات بمثابة شركة نقل خاصة لاستنزاف ما بقي من الأهالي أهل المعتقلين. وللعلم المواجهة فقط للنساء لأن الرجال سيتم تصفيتهم. معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. تفضلي ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحيه لحضرتك والى قناتكم والى كل العراق. اهلا وسهلا بك استاذ. نعم. هذا الشيء اللي هسه سمعته كله انه وضحته الفساد اللي موجود بالحكومه، والحكومه من اعلى الى اقل موظف بالحكومه وخاصة البرلمان، وإذا تجي على لجهة النزاهة لا هم يمثلون الإمام علي ولا يمثلون عدالة عمر بن الخطاب. يعني هم كلهم يعني سارقين. يعني شلون أنا أخليهم في مناصب نزاهة؟ هم أكثريتهم هم خاطين الشعب العراقي. بس أريد أقول شيء، عيفك منه الحكومة صار لنا 15 سنة إحنا على هالحال زين. بس احنا يعني من نشوف هذا الوضع احنا كعراقيين ليش احنا ما نصحح الوضع؟ ليش احنا ساكتين؟ ليش؟ لان احنا السبب في تدمير العراق. احنا كعراقيين احنا دمرنا العراق. من راح النظام رأسا هدينا على اموال الدولة وعلى بنوك الدولة وخليناها ما خلي حتى البنوك فرغناها. الحرامية راحوا اخذوها، مو كل العراقيين. والله استاذ تقول لي حرامي ولا شيء، والله نعم. دكاتره ومهندسين وضباط يعني وكلهم من ماشي. ما عدا يعني الشريف اذا تسمحي لي الشريف ما اخذ. بس طولي لي بالك. يعني ليش يعني لازم واحد يصير دكتور حتى يصير مو حرامي او ضابط حتى يصير شريف؟ لا استاذ، وانت شلون لا اكو انسان اكو انسان ما يقرا ولا يكتب؟ انسان امي ما الى اي علاقه، ما عنده اي شهاده، منزلته عند الله وعند الناس افضل من وزير ورئيس جمهوريه. هي اموال الدوله حلال على المواطنين، فقالوا خلينا ناخذها. نعم. هم ما عرفوا انه احنا دمرنا البلد بهذا تصرفنا. ايش قد ماشي بال 2003؟ اوكي تمام ماشي. 2003 ايش قد مباق؟ مليار، مليارين، خمسة. بحكي لك احنا ماذا؟ السبب عيفك من الدولة. هسه انت حكيتي على نعم على الدكاترة. الحكومة عيفك من نعم. عدها. احنا الجهة الثانية العراقيين نعم. من دي يشوف هذا الثروات اللي موجودة واللي كلها تتوزع على الحكومة. نعم. البنية التحتية تهدبت. احنا اذا مطرة مثل مطرة الكويت ومطرة الاردن وصار السيول في بغداد، اقرا السلام على العراق كله. يعني مثل شلون دمروا هلاكو دمر بغداد. ليش ام عبد الله هي بلي السيول وبغداد غرقانه كل سنه تغرق. إيه يعني اقول لك هاي السيول هسه اللي جت وجفت واللي هسه الكويت بقدرتها الماليه تطلب مساعدات. يعني احنا من راح يعني احنا يعني استاذ هي الشغله احنا السبب احنا ليش ما نتوحد كل بيتنا؟ ليش ما نصير ايد واحده؟ ليش قتلنا روح الوطنيه اللي داخل نفوسنا؟ قليل من الناس عندهم روح وطنيه بس ما يقدرون يهبون. هذول لو نجحوا لو خرجوا الى خارج العراق نعم. لو قسما قتلوا لو قسم خلوهم بالسجون
فهسه العراق ترى ازمه كارثيه، هسه التهديد الاخير انه تنظيم الدوله وصل الى الحدود العراقيه السوريه. نعم. زين هذا تنظيم الدوله منو يحركه؟ ليش يريدون يدمرون ما بقى من العراق؟ ليش امريكا واسرائيل وايران، اذا ايران هي جايه لمصلحه العراقيين، ليش ما تنظف ويا العراقيين ضد تنظيم الدوله؟ هو تنظيم الدوله ايراني. انا اشكرك. تنظيم القاعده. نعم اشكرك ام عبد الله من بغداد، كانت معنا رساله وساب يقول فيها اخ عمر يقول مشعل الجبوري حلف بالقران وقال كنا حراميه والميبوق جبان وصار البوق ثقافة. طبعا النائب عن تحالف النصر يعني أشار إلى أن جبهة المعارضة ستكون جبهة واسعة وسيكون لها الدور الكبير كما يقول بالتأثير بشكل إيجابي في العملية السياسية وتشريع القوانين داخل البرلمان، وأكد بأنها ستعمل أي الجبهة وفق برنامج مدروس يتم إعداده حاليا، وستأخذ على عاتقها إنهاء مظاهر الفساد. إحنا 4 سنوات ما قدر حيدر العبادي ينهي الفساد وهو كان رئيس حكومة، كيف سوف يقوم بمحاربة الفساد وهو رئيس معارضة في داخل البرلمان كما يعني يريد أن يقوم بتشكيل هذه الجبهة. وأضاف بأنه لن تكون جبهة انتقامية هذا النائب على ما تم إلحاقنا أو ما لحقنا من تهميش، بل ستكون جبهة مؤسساتية تعمل لصالح الشعب وتمرير القوانين التي تخدمه. اليد من حديد، 4 سنوات عندما حكم حيدر العبادي لم يتم تفعيلها ولم نرى هذه اليد من حديد. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا في الجزء الأول حول تقرير هيئة المساءلة والعدالة الذي أرسلت تقرير إلى البرلمان يتضمن بأن 12 وزير من 14 وزير في حكومة عادل عبد المهدي الجديدة عليهم ملفات فساد. وفي الجزء الثاني تحدثنا حول محاولة حيدر العبادي تشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.